طقس العرب في السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لكم هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة على المملكة خلال الساعات القادمة وأيضا خلال الأيام القادمة بحول الله. نبدأ نشرتنا باستعراض المحاور الرئيسية التي سنتحدثها خلال هذه النشرة، وهي استمرار فرص الأمطار على جنوب غرب المملكة، أيضا حالة ضعيفة من عدم استقرار جوي شمالا، وأيضا رياح مثيرة للغبار على منطقة الليث. ننتقل الآن إلى صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، والتي توضح انتشار لبعض الغيوم العالية في أقصى جنوب المملكة. هي عبارة عن بقايا لغيوم ركامية تشكلت فوق مياه بحر العرب وتحركت غربا باتجاه جنوب المملكة، في حين خلت باقي مناطق المملكة من الغيوم، وبالتالي ساد الطقس صافي في عموم المناطق. ننتقل الآن لخرائط توزيع درجات الحرارة وأيضا لخرائط توزيع الكتل الهوائية من يوم الأربعاء وحتى الجمعة. يلاحظ استمرار تأثر المنطقة الشرقية والوسطى والجنوبية من المملكة بكتلة هوائية شديدة الحرارة، وبالتالي أجواء حارة ومرهقة في تلك المناطق، بينما تسود أجواء أقل حرارة في المنطقة الشمالية ناتجة عن لهبوب رياح أو تيارات ذات درجة حرارة أقل قادمة من منطقة شرق البحر المتوسط وأيضا منطقة بلاد الشام. هذا الانخفاض على درجات الحرارة سيعمل على نشوء حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي على منطقة شمال الجوف وأيضا شمال الحدود الشمالية، تشمل كل من الطريف، مدينة الطريف وأيضا مدينة عرعر. ننتقل الآن إلى خرائط توزيع هبات الرياح خلال يومي الجمعة، الخميس والجمعة. نركز في هذه الخرائط تحديدا على منطقة الليث، حيث يتجدد هبوب الرياح الشمالية الغربية الموسمية المثيرة للأتربة والغبار، وبالتالي تدني في مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الظهيرة والعصر في منطقة الليث، قد تمتد بشكل محدود نحو منطقة القنفذة. ننتقل الآن للتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث يسود الطقس صافي مع أجواء دافئة أو 31 درجة مئوية كحرارة دنيا. أما بالنسبة للتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال 3 أيام القادمة، يوم الخميس طقس صافي 43، أما الصغرى 31، أما يوم الجمعة ارتفاع قليل 44 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 31، ويوم السبت 44 والصغرى 30 درجة مئوية. نختم نشرتنا بهذا الفيديو من اليابان، حيث تسببت الأمطار الموسمية الهائلة في جزيرة كيوشو جنوب غرب اليابان بحدوث فيضانات جارفة، حيث لقي 56 شخص حتفهم بسببها، فيما فقد 12 شخص آخرين. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء. Yeah.